أهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناة تجربة 82 في هذا الفيديو الصغير الذي سوف نتكلم فيه عن المرحلة الموالية. بداية أشكركم عن التعليقات والتفاعلات والأسئلة المطروحة من خلال الفيديوهات المقدمة. هذا التفاعل يشجعني في أن أستمر في تقديم فيديوهات جديدة، فيديوهات مختلفة، فيديوهات تقرب لكم وتبسط لكم مادة علوم الطبيعة والحياة. أنا أتأسف جدا وأعتذر للذين طرحوا بعض الأسئلة ولم أستطع الرد، طبعا لعدة اعتبارات، لعدة أسباب لم أستطع بسببها ومن خلالها أن أقدم الإجابة واضحة ومفصلة في التعليقات. بداية أيضا هناك منكم من اقترح علي أن أقوم بتقديم حل تمرينات أو أقوم بتقديم الدروس في باستخدام السبورة والقلم. أنا لا أستطيع أن أقوم بذلك. لماذا؟ أولا لأن استخدام السبورة والقلم يتطلب وقت أطول، معناها فيديوهات أطول، وأنا لا أمتلك الوقت الكافي لكي أستخدم السبورة. لذلك أنا فيديوهاتي هي ليست شرح كامل، هيش لو تلاحظ فيديوهاتي هي فيديوهات قصيرة، ربما أقصى فيديو لا يتجاوز 15 دقيقة، فيديوهات ما بين 10 إلى 7 دقائق. أستخدم المونتاج من أجل أن أكتب مثلا، أقدم لكم تعريفات معينة كتابة، أو من أجل أن أقدم لكم صور وصور متحركة قدر المستطاع، وأن أقدم لكم أيضا محاكاة للظواهر التي تدرسونها في مادة علوم الطبيعة والحياة. لذلك دائما أنبه أنك عندما تأتي للفيديوهات لقناة التجربة 82 يجب أن تكون أنك درست ذلك الدرس أو تلك الأنشطة في القسم أو في حصص الدعم، ثم تأتي لكي تجري مراجعة، تقوم بسد بعض الثغرات في الفهم. هذه وظيفة باش تستغلوا أنتم قدر المستطاع، باش تكون متابعتكم للفيديوهات التاعي مفيدة جدا. لازم تكون أنك تعرضت للدرس سابقا، ولازم أنك تكون هذه الفيديوهات انتقائية، مهيش فقط أنني نعرض كل شيء، أنا أنتقي النقاط التي أشكلت على التلاميذ. الخطوة الموالية، ماذا بعد اختبارات الفصل الأول؟ أولا أتمنى أنكم وفقتم في اختبارات مادة العلوم وكذلك اختبارات المواد الأخرى. الفصل الثاني طبعا لتدارك الأخطاء السابقة، مش رح نقول لكم كلام هكا معتاد وكلام مكرر تسمعونه. المرحلة القادمة أنتم الذين سوف تسطرونها الآن، سوف نقوم بعملية تشارك، هذه أري قناتكم مش قناتي أنا فقط، هي ديروا عملية تشارك. أولا قدمونا اقتراحاتكم، خاصة النقاط التي لم تفهموها في الدروس، مثلا نقدمها بشكل مختصر، نقدمها بشرح بسيط وبشرح سريع وخفيف حتى تستطيعون أن تستوعبوا الدروس ولا تكون فيديوهات مملة. كذلك اطرحوا الأسئلة المختلفة قبل ما نديروا الفيديوهات حتى نتمكن من تقديم الفيديوهات المفيدة في وقت مفيد، لأنني لا أمتلك للأسف الشديد لا أمتلك وقت كافي. في الفترة القادمة سوف نقوم بإجراء عدة تمرينات، راح نحاول قدر المستطاع أن نديروا تمرينات عن كل وحدة أو عن كل نشاط أو درس نقدمه، نديروا له فيديو كتعقيب، فيديو تمرين حتى يترسخ المفهوم في أذهانكم. النقطة الأخيرة والمهمة جدا، التحدي القادم هو التحدي 10,000 مشترك. الآن وصلت القناة إلى 8,000 مشترك، وهذا بفضلكم أيضا، بفضل مشاهداتكم. الآن لأن بعض الاختبارات الآن سوف تأتي العطلة، سوف يكون هناك تفاعل قليل، لكن لا، نحن حاولوا أننا نقوم برفع التحدي أن نصل إلى 10,000 مشترك خلال الفترة القادمة. لذلك يجب أن نتشارك. أقترح عليكم أن من منكم أن يتبرع أو أن ينشئ صفحة خاصة بالقناة، يعني مجموعة أو صفحة، مش عارف أدرى مني في الموضوع هذا، ديرونا صفحة خاصة بالقناة نحطوا فيها جميع الفيديوهات الخاصة بالقناة، وتكون صفحة نشيطة، تكون صفحة نطرح فيها إشكالياتنا، كل صفحة نطرح فيها المشاكل التي تواجهنا في مادة العلوم، في تدريس مادة العلوم، سواء سنة أولى ثانوي، سنة ثانية ثانوي، سنة حتى ثالثة ثانوي. إذن إلى اللقاء في فيديوهات قادمة. لا تنسوا الاشتراك في القناة، لا تنسوا تفعيل جرس الإشعارات، ديروا تفعيل جرس الإشعارات للكل وليس المخصص، حتى تصلكم أي فيديوهات وحتى تصلكم التحديثات. وإلى اللقاء في فيديوهات قادمة.